التطورات المفاجأة اللي بتحصل حول مستقبل ليونيل ميسي نجم برشلونه بعد قرار رحيله عن الفريق الكتالوني الصيف ده. الناس كلها بتتكلم ميسي اللي في برشلونه من هو عنده 13 سنه قرر ان هو يمشي من برشلونه. وفي برنامج اسباني الحقيقه قال ان ليونيل ميسي اجرى اتصال هاتفي بمدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا قبل ايام قليله للانتقال طبعا لملعب الاتحاد. طب نبص على الصوره دي، الاتحاد ده مش اتحاد بس، قولي لي كده الاربعه تيشرتس اللي لابسهم يوفنتوس باريس سان جيرمان وانتر. لا سيب ميلان. لا انا عارفه. لا عيب عليك. قولي لي طب ايه انت عايز يروح فين؟ دي الفرق اللي تقدمت بعروض او عندها رغبه في انه ميسي يضم. وانت عايز تشوفه فين؟ طبعا انا شايف ان الديو بين بيبي جوارديولا وميسي هو الافضل، والراجل فيه عشان لعبوا مع بعض برضو قبل كده وكان في كيمستري قويه. هو ميسي بيحب بيب جوارديولا. السؤال هل ينجح ميسي بره برشلونه؟ ده سؤال كتير جدا الناس مش متوقعه الاجابه عليه، لانه وارد جدا انه ميسي اللي تشوفوه في اي فريق تاني يختلف جمله وتفصيلا عن ميسي اللي بتشوفوه في طبعا دي صوره بيبي جوارديولا مع طبعا فوتوشوب اكيد طبعا صوره عشاق وجماهير كل نادي بيتخيلوا ميسي منضم لصفهم، لانه بالتاكيد صفقه من العيار الثقيل. لكن السؤال يا ساره، احنا شفنا لعيب بحجم ميسي وناس كتير جدا ربطت مشواره الناجح مع برشلونه بالكوكبه من النجوم وباسلوب لعب برشلونه الهجومي وبالمواهب الكبيره جدا اللي بيضمها الفريق، لكن ما شفناش ميسي مثلا مع الارجنتين بيقدم نفس المستويات او نفس الاداء او قدر يحقق نفس الانجازات زي ما حقق مع برشلونه. وبالتالي السؤال، هل لو انتقل ميسي لفريق تاني يقدر يحقق مشوار ناجح، يقدر يعمل ارقام وبطولات زي ما كان بيحصل مع برشلونه؟ انا عارفه ان انت رايك في الموضوع ده انه لا، والا فعلا كنا شفناه مع الارجنتين، بس انا اعتقد ان ميسي في اي فريق وفي اي دوري هيكون اضافه كبيره وهيكون نجم الفريق. واعتقد انه برغم انه سنه كبر، في ناس كده بحس انه مهما سنها كبر هي لما بتبقى في الملعب هم الاساطير، رونالدو وميسي انا بشوف ان لسه قدامهم كتير. فاعتقد انه ميسي لو راح مانشستر سيتي ومع والديو بتاعه هو بيب جوارديولا، لا اعتقد هنشوف انجازات برضه. على كل احوال الايام هي اللي هتكشف لنا عن الاجابه على السؤال، وان كنت اشوف انه من الصعب جدا، واحنا شفنا مظاهرات في برشلونه في كاتالونيا بتطالب ببقاء ميسي. على كل احوال في الايام اللي جايه هنكتشف المزيد والمزيد. خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم.